وياه في خطه الجهادي، ماذا تستحق من الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيعطي الابن الجنة وسيعطيه الدرجة، أنت لصبرك ولعطائك ماذا تستحق عند الله تبارك وتعالى وأنت أعطيت ابن؟ شقين في المسألة. الشق الأول أن الله تبارك وتعالى يعطي الشهيد شفاعة لسبعين شخص، وهاي السبعين شخص ليس معناته أنه ستين سبعين، لا لا، لاحظوا سبع سماوات سبع عراضين، سبعين مرة استغفار. السبعين في اللغة العربية هي علامة على الكثرة وليست علامة على العدد المحصور، ولذلك إذا ورد في الروايات سبعين تنبه أنه تدل على الكثرة. فالله تبارك وتعالى بهذا الشهيد يعطيه شفاعة خاصة لوالديه ولأهله ولمن يعز عليه، سبعين من الشهداء. شيء آخر أيضا، أنك بصبرك في عطائك لله تبارك وتعالى يعطيك الله تبارك وتعالى منزلة الشهداء، لأنك أعطيت الله صبر فجاهدت في الله بصبرك. وما دمت أنت جاهدت في الله بصبرك ماذا تستحق من الله؟ الله تبارك وتعالى يعطيك منزلة تليق بهذا الصبر. إذا صبر على فقد ابن فإنه منزلة خاصة لك عند الله تبارك وتعالى. أمر آخر، أن الله تبارك وتعالى في مقام العطاء للشهيد، الشهيد ماذا أعطى الله؟ شهيد ما أعطى الله أموال ولا أعطاه ابن فيتصبر جرعات الغصة والألم لفقده، ولا أعطى الله جزء من روحه. الشهيد أعطى الله كل ما يملك، أعطى الله كل ما لديه. الله تبارك وتعالى بما يفيض على هذا الذي أعطى الله كل ما لديه؟ خو لا يستوعب الإنسان أن يعطي الله تبارك وتعالى كل ما لديه لهذا العبد، ما يستطيع، ولكنه يعطيه حتى يرضى، يعطيه منزل يغبطه به الأولون والآخرون. عباد العبادة، يعني الجماعات الذين يصلون لمرتبة من العبادة، ليتمنون أن يكونوا في محل ومنزلة هذا الشهيد. الله تبارك وتعالى يعطي الشهيد مكانة يغبطها به الأولون والآخرون، ويرون من نوره أنه في مصاف الأنبياء والصديقون. نعم، إذن أول شيء يعطى لهذا الشهيد أن تمحى سيئاته مذ ولدته أمه، كل سيئاته تسقط في مع أول قطرة من دم الشهيد. ثم بعد ذلك متى ما زهقت روحه الطاهرة فإن الملائكة تكون على استعداد، لأنه سيلبس حلة من حلل النور الإلهي ليكون في مصاف الأنبياء والصديقين والشهداء أمثاله. ما معنى أن يكون الشهيد منتصرا في شهادته؟ الله تبارك وتعالى جعل رضاه في أرفع درجات العطاء، والشهيد إذا ما وصل إلى مقام الشهادة فإنه ينال رضا الله تبارك وتعالى. فأي نصر يكون أفضل من رضا الله تبارك وتعالى؟ ورضوان من الله أكبر، أكبر من الجنة وأكبر من العطاء وأكبر وأكبر مما يتصوره الإنسان. هذا الشهيد اختاره الله تبارك، ولذلك يعني كثير من أهل العرفان يقولون بأن الإنسان برغم آلامه في منطقة الشهادة وذويه وما يعانون، إذا تذكروا أنه عطاء لله أغناهم ذلك عن الدنيا وما فيها، يفرح الإنسان من داخله برغم أنه يتألم لفراق ابنه وفراق الشهيد، لكنه في المقام يتذكر أن عطاء الله تبارك وتعالى عطاء ليس كمثله عطاء. نهاية المقام أنه لدينا شهداء ودعونا وعبدوا الطريق لنا، وأتينا في هذه الليلة حتى نقيم لهم ذكرى، نحن الذين نحييهم أم هم الذين يحيونا؟ واقعا إذا كنا نحيي ذكرى شهدائنا فإننا نحيا بهم، نجد أنهم يدفعوننا إلى الأمام، بل يجعلون عطاءنا
شحيحا قليلا ذليلا بين يدي الله في مقام عطائهم. نخجل أن نقول بأننا قدمنا شيء والحال أنهم قدموا كل ما لديهم. نخجل أن نرفع رؤوسنا أمامهم لأنهم هم الذين تفضلوا علينا بالعطاء وأن من الله عليهم بأن يصلوا لهذه المرتبة. هم الذين يحيونا وهم الذين يوصلون إلى الناصر وهم الذين يحركونا من الداخل حتى نصل إلى مبلغ هم انطلقوا إليه. لن تستطيع هذه الأمة ولن تستطيع أمة أيا كانت أن تبتعد عن خط الشهداء فتصل إلى مبلغ النصر، ولن يستطيع أحد أن يعوض هذه الأمة عن شهدائها، بل ولا قطرة من الدماء الطاهرة التي أريقت سواء في البحرين وغير البحرين. الشيخ النجاس، ربما أطلت في هذا يعني المعنى الذي أردته، ولكن الشيخ النجاس أحد الذين نحتفي بهم على الدوام. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. والشيخ النجاس لأول مرة في هذا المكان أذكر بأنه أول من أخذ بيدي إلى الخطابة، وإن كنت صادا عنها في بداية الأمر حتى أقطع شوط دراسي وأوصل إلى محطة من التحصيل. الشيخ كان ملازم إلى فترة معي وهو يلح على انتهاج منهج الخطابة الحسينية، وكان شديد وصريح. الشيخ النجاس كما عرف خطيب مفوه ويملك قدرة في إيصال الفكرة بصورة واضحة وجرأة غريبة. كنت في جو أول ما اعتقلنا لعله 2006، حنا بعتق 20/1/2006، وحضرنا ودونا إلى جو، ولما وصلنا إلى سجن جو وضع في زنزانة أخرى. أنا أسمع صوته طوال الطريق وكانوا ينكلون به، وكان يعني عنده جرأة إلى الرد. واحد يقول له كلمة هو يرد، واحد يقول له أنت ما عندك بصر يقول له أنت عمل بصيرة. كان جريء لدرجة احنا خفنا عليه، كنا نريده يسكت، كنا نريده يهدأ، ما كان يهدأ الشيخ، إلى أن وضعنا في زنزانات سجن جو. فكنا نطمئن عليه من خلال يعني الفتحات الموجودة للكونديشن، لكن الشيخ كان إلى أن يعني شيخ وضرير وكبير السن، ومع ذلك كان جريء حتى على السجانين. الرجل كأنما هو يعني عايف الدنيا بما فيها. هذا شخص وانموذج مؤهل للشهادة، وإن لم يستشهد بكلماته بجرأته بوجوده بقوته بصلابته، أي إنسان تجده في يعني في المواقف الطارئة عند اتصال بالله تبارك وتعالى لدرجة أنه يصمد، هذا الإنسان عنده من الداخل روح الشهادة وعنفوان الشهادة. هذا الإنسان ينبغي على المجتمع أن يعطيه مكانه وأن يحوله من رجل دين إلى رمز، ثم ينتقل به من الرمزية إلى المشروعية، فنفتح مشروع الشهادة بأمثال هذا الإنسان الذي يستطيع أن يسوق الأنفس والمجاهدين إلى هذه المنصة وإلى هذا الطريق العظيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه ويرحم شهداءنا جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.